الصبر وجلالي. يا مرحبا باسم تاج العز وسواره، يا مرحبا باسم تاج العز وسواره، يا الله بيض الوجوه حمران النواظر. اهلا وسهلا بالذين احبهم واودهم في الله ذي الآلاء، اهلا بقوم ماجدين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائي. الله يحييكم ترحيب المطر وشرفتونا، الله يحييكم من ملفاكم لملقاكم، حياكم الله. شاعرنا اللوذعي واديبنا الصميلي سعادة الاستاذ الخلف والتربوي الجحبل الاستاذ احمد الشيباني في كل مقام مقال، ما كان ينبغي لي ان اتقدم ونحن في معية رئيس ملتقى جازان ثقافة وأدب الشيخ يحيى الأمير أبا حسين، ولكنه قدمني هو وهذه الوجوه المباركة الذين حيثما ذكرت أسماء هذه القامات الكبيرة والهامات الرفيعة كل واحد منهم حيثما حل يجل، تلقينا دعوة كريمة منكم أيها الكريم، ولا أجد والله ما أستشهد به في هذا المقام وفي هذه الليلة المضمخة بالوفاء والنبل والنقاء والصفاء إلا قول الإمام الشافعي: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، الفضل في الحالين له. الله أشكرهم الله جميعا أن قدموني، وهم والله الذين لهم القوة في الحل وفي الترحال ملبين الدعوة، وأجزم أننا سنسعد هذا المساء بليلة قل نظيرها وعز نديدها ملبين الدعوة. وسلامتك أنت ومن يسمع من هذه الوجوه الفاضلة الخيرة التي أحسنت الاستقبال بوجوه طافحة بالبشر والسراء والضياء. وسلام وعلى الرحب والسعة والأمن والدعة. الله يحييك. أول شيء فقدموا سعبان وائل في البلاغة والفصاحة، وقدموا المثنى بن حارثة الشيباني في الإقدام والشجاعة، وقدموا الأحنف بن قيس في العقل والرجاحة. الله يحييكم كل باسمه ترحيب المطر، وارحب الله يحييكم معكم الرحمن. الله يحييكم، حياكم الله كل باسمه، حياكم الله. مزابرنا الدخيل وقدرهم عالي، العين سبال مثلها للكر والغارة، وهلا سيوف الرهيف درع وانصالي، والخاتم ذكرى النبي يحظ من زارة. صلوا على المصطفى من بارق لالي، يا مرحبا باسم تاج العز وسوارة، نبع الأصالة ونبع المعدن الغالي، ترحيب بالضيف يملى الكون وقطارة، ترحيب تستمد الفخر وجلالي، ترحيب تنفع الفرح بالضيف والغالي. نسل الشيوخ على كرم قوم جبارة، مزابرنا الدخيل وقدرهم عالي، العز زبال مثلها للكر والغارة، واهل السيوف الرهيفة درع وانصالي. مبروك مبروك هذا الفخر. الله يحييكم، حياكم الله، يا مرحبا، الله يداني ياخذ عناكم، يا مرحبا والله، لا تعبتوا لا تعبتوا، الله يحييكم، حياكم الله، اهلا وسهلا، الله يحييكم، حياكم الله، يا مرحبا والله، وعليكم السلام، حياكم الله، اهلا وسهلا، الله يديمني عنكم ان شاء الله، حياكم الله، لا انتم لا انتم، الله يحييكم. علي مشاري عرفتوا يا مرحبا. حياكم الله، اهلا وسهلا، الله يحييكم، ايش نعلم اليوم وايش نخلي، الله يحييكم، الله يجعلني اخذ عناكم، حياكم الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا. سلام سلام. حيا الله ابو حسين، يا مرحبا، حياكم الله، ارحب ارحب ارحب، وحياكم الله. الله يحييكم كل باسمه، حياكم الله. مرحبا يا مرحبا والله، حياكم الله، اهلا وسهلا، الله يحيي الوجوه.
حي الله الله يحييكم حياكم الله اهلا وسهلا مرحبا واهلا وناقه ورحمه استمت الفخر وجلالي من شيخ النجمه بكبت السماء عالي ترحيب تنفع الفرح وشرفني يعني اوكل الي انني ادير هذه الكوكبه المباركه من اجل ان استفيد بالدرجه الاولى ويستفيد الحضور ويستفيد باذن الله من سيستمع الى اللآلي والدرر التي باذن الله ستطلع من ألسنة نقيه ومن انفس ذكيه ومن حناجر فهيمه. طبعا انا لن اتقيد بعامل السن وانما سناخذ من وعاء الخبره بحسب يعني مقتضيات هذا المجلس الطيب المبارك. المجلس فيه خبرات متنوعه وثقافات متعدده ولكن كل الثقافات وكل الخبرات تنطلق من مشكاة واحده من معين هذا الاسلام الخالد ومن تراث وطننا السعوديه هذا التراث المجيد الثالث. فبالتالي كل ما سنسعد به هذا المساء هو إضافة مثرية وحقيقة مهما نقول يا أبا حسام فوالله لن نجد لك كفاء إلا صادق الدعاء. يعني هذه الوجوه المباركة بعضهم أتى من أكثر من 200 كيلو متر. أولا أتوا تقديرا وتوقيرا لشخصك الكريم. والأمر الثاني قال عمرك الحمد يعني من المكاسب ومن المغانم الكبيرة أن يستفاد من كل واحد منهم بحسب ما يسمح به. الشيخ يحيى الأمير يحمل هدية وهو هدية في حد ذاته. إي والله من شخصك الكريم ويريد أن نقدمها ولعلنا نستفتح بهذه الهدية الثمينة القيمة من شخص نفيس وقيم. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدنا دعوة كريمة من أخ كريم ولقينا الدعوة وحضرنا معنا العدية رمز المحبة وهو يستاهل أكثر من كذا. فبأسمي وبأسم المبارك لجميعا باسم منتدى جهزان فتح الأدب تقدم الأستاذ أحمد بهذه الهدية أرجو أن يكون عدونا ويحضرنا على قصر الله. يرفع قدرك إن شاء الله ويجعل الله لكم والعلم والله ما يبال العلم بجيتكم والله. إي والله الله يحييكم ولا يهينكم أنت بجركم ولا يخلينا منكم إن شاء الله ولا من صحبة الرجال اللي مثلكم بشرواكم. والأمر الثاني قال عمرك الحمد يعني من المكاسب ومن المغانم الكبيرة أن يستفاد من كل واحد منهم بحسب ما يسمح به. الشيخ يحيى الأمير يحمل هدية وهو هدية في حد ذاته. إي والله من شخصك الكريم ويريد أن نقدمها ولعلنا نستفتح بهذه الهدية الثمينة القيمة من شخص نفيس وقيم. تفضل يا ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 السلام عليكم ويحضرنا على قصر مجبنا الله يرفع قدرك إن شاء الله ويجعل الله والعلم والله ما يبال العلم بجيتكم والله. إي والله الله يحييكم ولا يهينكم أنت بجركم ولا يخلينا منكم إن شاء الله ولا من صحبة الرجال اللي مثلكم إن شاء الله. الثاني قال عمرك الحمد يعني من المكاسب ومن المغانم الكبيرة أن يستفاد من كل واحد منهم بحسب ما يسمح به. الشيخ يحيى الأمير يحمل هدية وهو هدية في حد ذاته. إي والله من شخصك الكريم ويريد أن نقدمها ولعلنا نستفتح بهذه الهدية الثمينة القيمة من شخص نفيس وقيم. تفضل يا ترنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدنا دعوة كريمة من أخ كريم ولقينا الدعوة وحضرنا معنا الهدية رمز المحبة وهو يستاهل أكثر من كذا. فبأسمي وبأسم المبارك لجميعا باسم منتدى جهزان فتح الأدب
تقدم الاستاذ احمد بهذه الهديه ارجو ان يكون يحضرنا على قصور مقبلها الله يرفع قدرك ان شاء الله. والعين والله ما هي بها العين بجيتكم والله. اي والله الله يحييكم ولا يهينكم انت بجركم ولا يخلينا منكم ان شاء الله ولا من صحبه الرجال اللي مثلكم. الرسول عليه الصلاه والسلام يعني من البيان السحر لما يعني حضر في مجلسه الزبرقان التميمي وابن التيهان فكان احدهما يعرف بالاخر قال يا رسول الله جاء المسلم وانه كريم وانه شيء يعني اقدام في قومه وله المباع كما فلما انتهى قال يا رسول الله والله لقد دخسني وانني فوق ما ذكر فغضب الاخر وقال يا رسول الله والله ان فيه من المعايب ما هو كذا وكذا 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 وتعجب الرسول عليه الصلاه والسلام كان من لحظات وانت تمدحه والان تقدح فيها قال يا رسول الله مدحته وانا راض عنه فقلت أجمل ما فيه فغاضبني وأغضبني فقلت أقبح ما فيه والله لقد صدقت بالأولى وما كذبت بالثانية فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر. وقبل أن نقوم في رياض الأدب وفي شمائل الثقافة هي عندنا خبرتان أمنيتان وأكيد في خبرات أمنية موجودة أيضا. الحقيقة سعادة العميد حمدان بعار متقاعد ولكنه لم يتقاعد رجل أمن عندنا واجبه الوطني واستجاب وكما يقول حكامنا دائما وأبدا كل واحد منا هو رجل أمن يستشعر المسؤولية الوطنية. فأستاذ حمدان صاحب الحقيقة يعني خبرة مبينة وتجربة ثروة وله ترى وضرائب جدا والله بعضها يروى وهو غائب. صحيح والله نرويها نعم. يعني اولا لانهم اصحاب فضل سواء اصحاب فضل علي في التدريس او اصحاب فضل علي في زماله او اصحاب علي فضله في الشعر. فهذا الرجل ناصر جحلان لن اقول الاستاذ لان يعني ناصر جحلان اكبر من الاستاذ. أستاذ. هو أول من أختار لي قصيدة لتلقى أمام محمد بن ناصر أميرنا المحبوب حفظه الله ألقاها أحد الطلاب وعرفني الناس عن طريق مدرسة الأستاذ ناصر جحلان. والضربة هي موئل وموطن الأستاذ أستاذنا ودكتورنا فقيدنا الغالي الدكتور علي الشعبي رحمه الله عليه. وما لن استطيع ان اعبر عن مكانه الضربه في قلبي وفي قلب اخوتي وفي قلب بيتنا بالذات. فانا عندما اتي الى الضرب وحقيقه اني اكون في هذه الكوكبه وفي هذه المعينه وفي هذا الحضور يعني شيء بصراحه يعني هي ليله قدريه يعني. ولكن ساسمعكم من ديوان الاخير وهو ديوان خصص كانت في كتبت في الروضة الشريفة فسأقول قصيدة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أجمل من عطر به هذه الدنيا. مقام العاشقين هذا المقام وما له أشباه ثمل البيات وأطرقت نجواه. البيات هو المقام الذي يفضل عليها القارئون أن يقرأوا القرآن الكريم. هذا المقام وما له أشباه ثمل البيات وأطرقت نجواه وتلعثمت شفة الكمنجة دهشة لما هما بين الوجيد صداه. ماذا أقول وذا البيان معطل والصمت يطحن مهجتي برحاه لا كعب يسعفني ببردة شعره كلا ولا حسان في مغناه. قد غلقت روح القصيدة بابها وأنا أنادم دهشتي مرآه. قد أسرج العشاق زيت حروفه وأنا أسامر في الوجود ضياه. فهما على وجع التخاطر خافقي ليذوب نبضا في مقامي غناه. قد جاء من أقصى القصيدة حاملا مهج الحجاز وبيته
وحراه قبس اليقين فذاب فوق شفاهه بل الهيام وعشقه حلاه وتهاطل البوح المقدس روعة لما أفاض على السلام رؤاه من نوتة الأقداس هلت نغمة تتلو على فيض الشعور سناه عكف الجلال على مزار محمد عليه الصلاة والسلام عكف الجلال على مزار محمد وهما بفرض الوجد إن صلاه فطفقت أقدس من ضياء سجوده هديا أدس الروح في ذكراه فردست في أثر البراق جوارحي وسكبت دمعي في بقيع حماه ماذا يقول ماذا يقال وذي حليمة والشذا صنوان قد رباه يا رباه أنا في رحاب الطهر محض طفولة نسجت بثوب الحب ما يلقاه شكت ملائكة الضياء فؤاده ليرى الوجود من السناء مداه يا شعر رونك كل طهر عابق أهرق دموع القلب يا مضناه واصدح بفاتحة الفؤاد فربما تلقاك في الكرب العظام يداه ما كنت إلا الجذع يشهق جوفه ما كنت إلا الطير في شحواه بل كنت قلبا ندعي يضحك تاليا صورا تكوثر للصدى رياه لاحا قبل الباء إلا باسمه لا حمد إلا الميم في يمناه ما كان إلا النور فردس آية من كل طهر قد براه الله قد صار والغيمات تحرس خطوه وفؤاد آمنة الحنان رواه يا كل أعراس السماء تهاطلي حول النبي وضم في مسعاه مالي بباب القبر أصمت فجأة مالي بباب القبر أصمت فجأة لله هذا القلب ما يغشاه هذا مقام العائدين لوردهم الحائمين على رحيق جناه هذا هنا جبريل يحرس بابه وهناك ميكائيل حول شذاه دعني أمسجد في ذراه مشاعري ما بين منبره إلى مأواه علقت في مصر العقيق تلهفي ونسجت قلبي في صلاتي هواه لم يعرف الناس الحنان ولا دروا جوكم يا أحمد هنا فيها السماحة مثل ما هي الدرب للأرواح راحات التقي فيها القلوب كل أنواع المنى إنها متاحة هنا جوكم يا أحمد هنا فيها السماحة مثل ما هي الدرب للأرواح راحات التقي فيها الحبيبة كلكم صلوا عليه آلي شيباني سلام الله يا سلام واغلى تحية عقدها من غالي الكلام للسادة الحضور مرحبا باللي حضر من كل بقعة عد ما هل المطر بالأرض جمعة وفوق أعداد النجوم والعذر للي عن الجيات عذار كثر الله خيركم والخير واسع آل شيباني لكم بصمة وطابع في الثقافة والعلوم هي العظمى سمت ألقا تدون مجدها الصحف سعوديون لا نخشى إذا في الناس مرتجف قيادتنا بها نزه فبالأمجاد تلتحف ونفخر أننا جمع إذا من حولنا اختلف بشرع الله منهجنا وبالقرآن نعترف ونفخر أننا خدم لمن بالله قد شغف جموع قد أتت شوقا وحول البيت قد ذرفوا نسخر كل طاقتنا فراحة ضيفنا هدف وهذا سر نهضتنا فلم تأتي بنا الصدف ملوك العرب قادتنا ملاحمهم لنا الشرف يؤرق مجدنا زمر هم الجبناء والجيف تموت شعوبهم سمدا وهم لعدائنا انصرفوا وظنوا أننا هدف وداخل ظنهم خرف فسلمان النهى بطل إذا بشرورهم هتفوا
يبدد كل ما صنعوا ويكشف جرم ما اقترفوا، يواجه كل نازلة بعزم فوق ما وصفوا، شعوب الأرض قاطبة بحزم مليكنا اعترفوا، نقدم صدق بيعتنا بوعد وشرف، ونكتب بالدماء واسما عليه الناس تأتلف، نحب مليكنا أبدا فما في الحب منتصف، وساعده لنا علم فنعم العون والخلف، يقود حضارة عظمى لفجر وجهه الترف، ينافس كل من سبق أتحسب أننا الطرف، وراهن كل ذي وجل بأن الحلم مختطف، وجاءت أمة الدنيا بأحداث هي الشقف، وقالت دولة كبرى هي الآمال والكنف، وعاد الطود منتصرا وشرف أمة الوقف. من أنت؟ ما أنت إلا قصة عبرت على خيالي، فخلي القلب والدحل غيري يدبج ما تهوين، ليس أنا غيري يدبج ما تهوين، ليس أنا من يعشق الوهم أو يحيا على الدجل، مرت سنيني عجافا ليس يسمنها وصل لديك، فكم أولعت بالمطل طال الطريق، وأعيا خافقي سفر إلى السراب، وعمري في الغرام بل وحدي أهيم بقفر لا أنيس به، والريح تعوي وخطوي غير متصل، أنا الذي في الهوى قيس ولست به كمثل ليلى، فلم تصف المودة لي، بذلت روحي فداء الحب من زمن علي أعود وقد زالت به عللي، فكنت من سل سيف الهجر في صلف على فؤادي، فجرحي غير مندملي، عيشي كما شئت وامحي كل خاطرة سطرتها فيك دمعا سح من مقلي، ولملمي ما تبقى في الضلوع، ولا تفوي الفؤاد بما أوريت من شعلي، ما كان وصلك إلا الآل أتبعه، فأشرب الظمأ المحموم في سبلي، ما كان وصلك إلا الآل أتبعه، فأشرب الظمأ المحموم في سبلي، أوهمت قلبي أني راشف عسلا حين الوصال، فما ألفيت من عسلي. يا أخت عرقوب، يا أخت عرقوب، هذا الوعد أعرفه، فكم جرعت به مرا على مهلي، وكم تلظيت بالأشواق أحسبها جمرا يمض فؤادي غير محتمل، واليوم أرحل عن دنياك عاشقة النفس الرحيل، فخلي القلب وارتحل. يا سلام. هو يعني لا يمثل آل عطيف، ولا يمثل بلاده، ولا يمثل منطقة جازان، حقيقة هو يمثل الوقت، يمثل السعودية العظمى في شيمها المجيدة وقيمها الحميدة، أيضا هو يمثل الشعر العربي الأصيل. ومن مميزات اللغة العربية ما يسمى بالثراء اللغوي، يعني حتى بعض من يشنون يعني أو لهم مواقف من الشعر الشعبي، حقيقة الشعر الشعبي هو نوع من الذوق والتباريع التي يعبر فيها الإنسان عما يعتمد في حاسيسه وما يدور في خرجاته، فغالبا الشعر الشعبي الناس تستصيغه وهو سهل الهضم ولا يتقحم طهر ونقاء اللغة العربية، وإنما هو يضفي على المجالس ويضفي على المناسبات مزيدا من السرور وكثيرا من الحبوب. إن أذنتم لنا يختتم مجلسنا الطيب المبارك بحقيقة، يعني أنا طلعت وسمعت ومر بي
قصيدة عنوانها الهوى المحبوس. وعادة إن الهوى لا يكون محبوس، صاحب الهوى هي غالبا مشاعره مشاعر وحق للجميع، لكن أنا لا أدري كيف بشاعرنا حبس الهوى وكيف سمح له الهوى أن يكون في محبسه. أنا أعرف أن أبو أحمد ليس لديه محبس، لديه محراب، محراب الحية مودة ومحراب أنس، فيقول في قصيدة أرجو أن يسمعنا إياها: يا ريحة العود والمسك والفل منظوم بعصابة، كم لي على بابكم مركي، ما جاري منكم ولا جابة، والحديث إلي يا ملك البيان الشعب. ما عاد في ملوك الله. أما الهوى المحبوس فهو يعني كناية بسيطة بس من حالة خاصة بالشاعر، والكل يعرف يعني هذه الأشياء. يا ريحة العود والمسكي وانفل منظوم بصابة، كم لي على بابكم مركي، ما جاني منكم ولا جابة. يا ريحة العود والمسكي وانفل منظوم بصابة، كم لي على بابكم مركي، ما جاني منكم ولا جابة. ومحلات في الزركش المكي والكف منقوش بخضابة، واسديريا فضية تركي والخصر خمري توشابة. دكي مروج مشاعر دكي واغضي من الزهر وعشابة، وانا على ريحة متكي في ايكة الصدر وعنابة، ارسلت نظرة لكم تشكي والدمع محبوس بهدابة، ارسلت نظرة لكم تشكي والدمع محبوس بهدابة، ابكي عليها وهي تبكي، ليت التهانة من مكابة. الوقت يمضي ولا زكي وطيح واقف على عتابة، كل امرحة ينخط بركي، وانا استظلت بسحابة، وجرحي على حالتي منك مجبور عايش على عصابة، لا يكون في خاطرك شكي نصف المعاشي كذابة. صكي مسار الهوى صكي، ما عادي لي بالهوى طلابة. أستاذ علي عرام وكل الإخوان اللي حضروا الحقيقة، والدكتور دكتورنا علي هيدار، فلكم علينا واجب وما نبغى تعتذرون فيه. وعلى راحتكم الليلة هذه أصبحت يعني خلاص كلنا حلزنا وأكرمنا الأستاذ أحمد، لكن نبغى موعد وفي أقرب فرصة للجميع. حقيقة مشايخنا والله إني تقدرتهم، وهم أيضا أعرف أنهم في أنفسهم أنهم يتكلمون بهذا الكلام وزيادة، وهذا من واحد الله، لكن يشرفنا الحقيقة لا موعد لهذه الوجهة الطيبة واللي تشرفنا بها الليلة ومعرفتهم جميعا، فيشرفنا تعطونا موعد في أقرب فرصة باسم الجميع اللي ذكرتهم لكم، وحتى الناس اللي يمكن ما حضروا الآن طلبوا في أنفسهم نفس ما أريد أكيد. هذا علمي وسلامتكم الجميع. سد الجواب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الله يكرم من أكرمنا ويسعده في الآخرة، يكرم الله خير وبيض الله وجهه ويجزاه الله خير.